السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج سيمنات ده من برامج القوية في الفيرشوال رياليتي. لو جيت هنا وقلت له عايز أعمل فيرشوال رياليتي بيديك إمكانيات كويسة جدا وقوية جدا وسهلة، وتقدر تعمل أنيميشن وشغل عالي جدا. هنشوف الموضوع ده مع بعض واحدة واحدة، بس احنا بنبتدي من البداية، وهتلاقي كل الدروس على بمقلبي على اليوتيوب، فاعمل اشتراك خير تجيلك الدروس الجديدة بإذن الله. طيب دلوقتي أنا عايز أبدأ أرسم مثلا أي شكل. فخلينا مثلا نبدأ كريت واقول له باص، واقول له كومبوزيت، اقول له انا عايز اعمل الشكل بتاعي. ممكن ترسمه بالاقواس او ممكن من خلال السبي لاين او من خلال لاين. مثلا من خلال لاين هبدأ احدد النوع بتاعتي بالشكل دوت اهو على سبيل المثال، وبعد كده اقفل الشكل بتاعي. هتلاحظ ان القائمه دي تقدر تحدد الحاجه اللي انت عايز تشتغل عليها. لما تدوس عليها بيبدا يجيب لك قائمه هنا اوبجكت، لو انت عايز تعمل كوبي او عايز تعمل انستنس او عايز تظهر الحاجه وتخفيها او عايز تقفلها بحيث ان الليير ما حدش يقدر يلعب فيها، وترانسفورم تقدر تنقل الحاجه زي ما انت عايز والاتريبيوت. طيب دلوقتي مثلا عايز اعمل مثلا فيوتشر، عايز اعمل مثلا اكسترود للحاجه دي، اقول اكسترود بيقول حدد البروفايل اللي انت هتشتغل عليه. فحددت البروفايل وبقول له اوكي، وحدد بقى الارتفاع بتاعي وليكن مثلا 5، هتطلع معايا بالشكل ده. طيب الاكسترود ده بيتكون من اجزاء زي ما انت شايف اهمت، ممكن تخفيهم مثلا او تخفي دوت زي ما انت عايز. الدروس اللي جايه ان شاء الله هنبدا نتكلم في التفصيل بتاعتها الماتيريال والرندر، تابعوا معايا.